أعزائي العرب وناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم علوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديه. النهاردة إحنا معانا بنرجع ليه كتاب الذاكرة الأزلية للدكتور مايكل نيوتن. هو لا ينتمي إلى الأرواحية، هو طبيب نفسي متخصص في التنويم الإيحائي والعلاج النفسي عن طريق التنويم الإيحائي، وبعد ما تطورت معاه الموضوع ابتدى يلاحظ إن المرضى بتوعه بيغوصوا فيما يقال حيوات سابقة، وهو ابتدى يتكلم معاهم ويعرف منهم أشياء كتير عن عالم الروح، وزي أنت موت وزي روحت وإيه خبرتك ساعة الموت وهكذا. فإحنا بندرس الكتاب ده، أنا بتكلم ده للناس اللي معانا لأول مرة. إحنا درسنا الكتاب ده يمكن أكتر من سنة دلوقتي بندرس فيه، بنجيب منه محاضرات كده، والنهارده إحنا ندرس مع بعض الفصل الثامن عن الأرواح المتطورة وإزاي تحصل زي حفل التخرج مبروك إن أنت وصلت وهكذا. فالموضوع النهاردة جميل، يعني هيتكلم أيضا عن أنواع الأرواح والانتقال إلى المستويات المتوسطة. مش هتبقى محاضرة صغيرة، هتبقى محاضرة كبيرة شوية، لكن إحنا محتاجين نتكلم بهدوء عشان نفهم. الأرواحية وعالم الأرواح محتاج إن إحنا ندرس بهدوء، نحلل كل شيء، نقرأ في الأبحاث العلمية اللي في هذا الموضوع، نتعرف على المراكز الروحانية. المهم إن إحنا لا نركز فقط على التعليم الديني التقليدي، ولا نركز فقط على التعليم المادي بحيث ان احنا نصبح ماديين بدون اي اعتقاد، بدون ايمان بالمستقبل. في ناس لا يهمها المستقبل وبعد الموت اوكي، يقول لك لما يجي يبقى ايه يحلها ربنا، او ممكن يكون في عدم وكده فانا هضيع وقتي في الدراسة اوكي. لكن احنا هنا من الناس اللي الذكية اللي وصلت لي درجة من التطور الروحاني والعقلي والوعي، ودول اللي بيستمروا معانا واللي بيدرسوا معانا علشان يبقى عنده بحور العلم أكتر كتير جدا، ويقدر يرتقي في الحياة اللي احنا فيها دي يمكن بسبع ثمان حيوات عشر حيوات، بدل ما يفضل ينزل ويروح ويحارب وكذا. يتولد في قول معايا في عالم أفضل، في مرحلة أفضل، ويتولد لتغطية مهمة مش للمعاناة. فدي تبقى حاجة جميلة، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الأرواح اللي هي تطورت أوكي أوريدي يعني أوكي. فنروح للكتاب بدون ما اللي هو الفصل الثامن هيتكلم عن الروح المتطورة. لكن أنا عايز أرجع شوية عشان هو في آخر الفصل السابق اتكلم عن أنواع الأرواح، فقرة بسيطة جدا بيقول هناك أربعة أنواع عامة عن الأرواح، وبعدين نتكلم عن التطور الأرواح المتطورة. فبيقول هناك قبل أن أنتقل إلى مناقشة الأرواح الأكثر تقدما في الفصل التالي، شوف حتى هو بينوه قبل ما اروح للفصل القادم اللي هيتكلم عن الارواح المتقدمه، لابد لي من ان ادرج الانواع الرئيسيه من الارواح التي قابلتها داخل مجتمع الحياه الروحيه. قد يوجد عدد اكبر بكثير من هذه الفئات الاربع للارواح، ومع ذلك انا متقيد بذاكره مرضاي بخصوص الانواع المحتمله الاخرى في عالم الارواح. هو كده ذكي جدا، بحب انا الباحث العلمي ان هو ما بيقفلش اي موضوع، يعني يقول لك انا توصلت الى اربع انواع، لكن هم اكيد اكتر من كده بكتير جدا جدا، وحسب الارواحيه
احنا عندنا 10 انواع، وبرده ما بنسيبش الموضوع مقفول، دايما نقول ممكن يكون في انواع اخرى لسه ما لم تتاح لنا يعني. اوكي، فده مهم جدا ان انت ما تقفلش مجال البحث، يعني تقول والله احنا توصلت الى هذا البحث وما زال البحث جاري، ما احنا ما نقفلش البحث. الفكرة العلمية هي دي، بتبحث بأمانة ولا تتوقف أبدا يعني. الأربع أنواع الرئيسية بقى، قد يوجد عدد أكبر كثير من هذه الفئات الأربع للأرواح، ومع ذلك أنا متقيد بذاكرة مارداي، الناس اللي خدعوا له، بخصوص الأنواع المحتملة الأخرى في عالم الأرواح. أول نوع هو الأرواح التي لا تمتلك القدرة ولا الرغبة في العمل بشكل فردي، بيحب دايما يشتغل بشكل جماعي، وتعمل هذه الأرواح عادة في إطار مجموعات، ويبدو أنها لا تغادر عالم الروح أبدا، مش عايز تخرج يعني. مع ذلك قيل لي إن الأرواح جميعها تمنح الفرصة لكي تختبر وجودها في الأكوان المادية والعقلية. ممكن تكون نوع الأرواح دي اللي بيقول عليها دي أرواح بترفض يعني، لكن أنت لازم عشان ترتقي لازم تدخل المختبر، زي ما تكون إيه عايز تفهم الكيمياء كده، لا يكفي إنك تقرأ كتاب الكيمياء، لازم تروح المعمل وتجرب بنفسك وتخلط المواد. في علم الأحياء لازم تاخد الميكروسكوب وتروح وتفحص وتاخد الشريحة وتحطها، لا يكفي إنك إيه تقرأ كتاب. ففي عالم الروح زي ما تكون أنت بتدرس بتقرأ كتب، عندك نظري لكن لم تجرب ذلك ماديا يعني. إيه مثلا، لا يوجد زواج في عالم الروح، فإزاي هتجرب الجنس إلا لما تتولد وتجرب الجنس؟ شوف لازم تتوهلي، ما فيها يعني ما فيهاش. بقول لك هو النوع ده ارواح ما بتحبش تشتغل بمفرده، دايما قاعده في مجموعات، دايما بتشتغل في مجتمعات، ويبدو انها لا تغادر عالم الارواح ابدا. ومع ذلك قيل لي ان الارواح جميعها تمنح الفرصه لكي تختبر وجودها في الاكوان الماديه والعقليه. لا، الرقم 2 الأرواح التي لا ترغب في التقمص في شكل مادي. أرواح التي لا ترغب التقمص في شكل مادي، فهي أيضا لا تمتلك الخصائص المطلوبة من الطاقات النورانية للمشاركة في هذا النشاط. يبدو أنها تعمل في العوالم العقلية فحسب، ويبدو أنها تتحرك بسهولة بين الأبعاد المختلفة وتتخطى مواهبها ومعظمها نطاق فهم مرضاي. دي ممكن تكون اللي هي أرواح الطبيعة اللي هم ما بين الإنسان والحيوان، فما بين لا يتجسد تجسد بادي كإنسان، ما أعرفش، أنا بحاول أفسره يعني. بفضل ندرس في كارداك لأنه الشرح بتاعه ممتاز وواضح جدا جدا، لأن هي تعليمات أرواح عليا. بينما خد بالك التعليمات اللي بيأتي بيها مايكل نيوتن هي من المرضى بتوعه، المستوى اللي هم فيه هو مستوى محدود، موجودين على كوكب الأرض فمستوى محدود من العلم ومن الخبرة، لكن برافو عليه لأن احنا مستوانا كده، ولازم نفهم ايه اللي بيحصل في المستوى بتاعنا، إلى أي مدى الإنسان في هذا الوسط في هذا المستوى بيستوعب الأشياء، مدى الإدراك مدى الوعي في هذا المستوى. رقم 3 الأرواح التي تتقمص في العوالم المادية فحسب، أشعر بأن بعضها يملك القدرة على التدريب في الأماكن العقلية بين الحيوانات، ولكن لا يميل للقيام بذلك، إنها غير منجذبة للسفر عبر الأبعاد حتى أثناء فترة الاستجمام، وينتمي عدد كبير من مرضاي لهذه الفئة. زي ما أنا بقول لك معظمنا إحنا داخل عملية التقمص، وصلنا إلى هذه المرحلة ما بنقعدش نسافر في أبعاد أخرى،
ولا في كواكب أخرى ورايح وجاي، أنت بتنتمي إلى كوكب معين وبتكمل عليه الدورات اللي أنت محتاجها. يعني أنت لو محتاج هنا تتولد على كوكب الأرض 4 5 مرات 10 مرات، هتفضل أنت في المجال الجوي في الغلاف الجوي لكوكب الأرض. يعني حتى لما بتيجي تموت بتروح لأحد المدن في نفس الغلاف الجوي في نفس المحيط الجوي بتاع كوكب الأرض، ما بتروحش بعيد، ما بتروحش في المريخ والمشتري. إن الروح ممكن تعيش في أي كوكب، ما فيش حكاية في أكسجين ما فيش أكسجين، لأن الروح مش محتاجة الكلام ده كله. رقم الأربعة، الأرواح التي تملك في الوقت عينه القدرة على العمل والرغبة في ذلك في أنواع البيئات المادية والعقلية كلها، وهذا لا يعطيها بالضرورة تنويرا أكثر من غيرها من أنواع الأرواح الأخرى، ولكن حتى الآن يتيح لها نطاق خبراتها الواسعة وقدراتها فرصا كثيرة من التخصص في مجال مهام مختلفة من المسؤولية. أرواح دي عندها قدرات للعمل في العوالم المادية والعوالم العقلية، وتقدر تتجسد بتنزل في مهام، يعني أرواح متطورة إلى حد ما. وهنا بقى هيخش معانا في الفصل الثامن اللي هو موضوعنا النهاردة، وأنا هتكلم في موضوعين عن الأرواح المتطورة والوصول إلى إيه دقيقة واحدة كده اللي هي المستويات المتوسطة، الوصول إلى المستويات المتوسطة. هيتكلم هنا عن الأرواح المتطورة إلى حد ما اللي هم بيصلوا إلى الدرجة الثالثة وهكذا من التطور، فبتصبح بقى عندها القدرة، قدراتها وتخصصاتها بتبقى أكبر كتير من قدرات الناس اللي في المستوى التاني، وبيعملوا لهم زي ما يكون حفل تخرج كده، ياخدوا منهم شهادة وكده ومبروك، ويبتدوا ينضموا إلى مجموعات أخرى. هحاول أفكركم إن مايكل نيوتن شرح إن، وطبعا أنا شفت ده برضه في الأرواحية وفي كتب أخرى زي القوة الإيه؟ القوة الخفية وراء حيواتك السابقة، كلها بتشرح تقريبا نفس الشيء، ان احنا بننضم الى مجموعات، لان المجموعة بتاعتنا بيسموها ايه، المجموعة العنقودية، زي ما يكون عنقود عنب كده، المجموعة العنقودية. فانت بتنتمي الى احد هذه المجموعات، عادة بتنزل معاهم لكوكب الارض، بترجعوا مع بعض لكوكب الارض اللي هي العائلة الروحانية والأصدقاء والأحباب والأهل والإخوة والأخوات والزوجة والأبناء، اللي هي الإيه؟ العنقود اللي أنت بتنتمي إليه. وطبعا ممكن يكون في فرع هنا فرع هنا بينتمي إلى عناقيد أخرى، وخاصة لما أنت تيجي تتزوج بتتزوج من إنسانة من عنقود آخر، فبتلاقيك تعرف بقى إيه حماك وحماه وأخوها وأختها والنسايب والحاجات دي كلها بتنتمي إلى عناقيد مختلفة. لكن داخل المجموعة العنقودية دي في أرواح بتتطور أسرع من الآخرين، فبتخرج من المجموعة، زي ما تكون المجموعة دي فقط في الابتدائي، لكن في منهم ناس قدروا ينجحوا ودخلوا إلى المرحلة الإعدادية، فبيخرجوا من المجموعة العنقودية، ويبتدي كل اللي تخرجوا من المجموعات العنقودية الأخرى ينضموا إلى بعض ويكونوا مجموعات جديدة، لكن بيبتدوا يزوروا المجموعات القديمة اللي لسه في ابتدائي ويحاولوا يساعدوهم علشان هم يرتقوا، وبعدين يبتدوا يتجمعوا مع بعض مرة أخرى في مستوى في مراحل أكبر يعني. طبعا النظرية دي هي أقرب جدا جدا إلى الأرواحية من نظرية إن اللي بيقول لك إن الروح كاملة أوريدي عارفة كل شيء، واخد بالك، لأن خارجة من الإله والإله كامل، إذا هذه الروح كاملة جدا جدا وعارفة كل شيء، عندها علم بكل شيء،
وانت بتنزل وتروح وتيجي عشان تتذكر من انت، انت الحقيقي، الى ان تصل الى هذه المعلومات اللي انت فقدتها. الارواح هي غير كده، يعني في كتب المحادثات مع الله لنيل دونالد والش، هو تبنى هذه الفكره ان الروح موجود يخرج من الخالق، عنده كل المعلومات، يعني عارف كل شيء، وبعدين ينزل، وهو ينزل في العوالم الادنى بيفقد الايه المعلومات دي، ويبتدي يحاول يتذكر واحده واحده خلال الحيوات والمعاناه والتجارب المختلفه اللي هو نفسه اختارها، الى انه يعود وليه هذا العلم الكامل. حسب شرح الارواح العليا في كارديك بيقول ان فعلا الروح بتخرج من الخالق، لكن الخالق بيخلقها سيمبل اي اجنورنت، سيمبل يعني مبسطة وجاهلة، ولازم تكون كده. ليه؟ لأن أنت مش هتجيب روح متطورة عندها وعي شديد جدا جدا وترميه في عالم المعدن أو في بذرة من بذور الأشجار اللي بتتزرع في الأرض، ولأن إزاي هيعيش، إزاي أنت كإنسان حاليا ياخدك ويزرعك كشجرة في انواع من الروحانيات. بيقول لك الشخص ده عايز يسترخي، عايز يستريح، فبيختار ان هو يجي على كوكب الارض كشجره ويفضل قاعد له 200 300 سنه 500 سنه لحد ما حد ياخده ويعمله فحم. يعني ما الفكره دي انا لا اتبناها، يعني في تضارب في الافكار، في احنا نشوف ايه الفكره الاقرب الى العقل. وبما اني انا مؤمن وشفت بعيني ان دي جايه من ارواح راقيه، ارواح متقدمه، مش زي الارواح اللي احنا بنقرا معاها دلوقتي اللي هم مجرد مرضى في هذا المستوى، فبيدوا المعلومات بتاعتهم. والمعلومات اللي هي جايه من الهندوسيه اللي هي بتتكلم عن وحدة الكون، إن كل شيء واحد وإن الإله هو كل شيء، هي الفكرة اللي تبناها نيل دونالد والش في محادثات مع الله. اوكي، انا بحب ندرس الحاجات دي لكن لازم اعلق عليها واعمل مقارنات. فالروح بالنسبه لها هي بتبقى مبسطه جدا وجاهله بوجودها، وتبتدي ترتقي عبر مليارات السنين الى ان تصل الى روح الانسان. واخد بالك؟ في نظريه اخرى يمكن اشرحها لكم الاسبوع القادم، الدكتور لعت فونسيكا، وقال في طريقه برضو جديده للوجود. ازاي؟ مش طريقه جديده، نظريه جديده، فخلينا نقراها، خلينا ندرسها ونحللها ونشوف اي حضرتك تشوف انت بتفكر ازاي، ايه اللي بيدخل دماغك، ايه الفكره اللي الأقرب إلى العقل والأقرب إلى المنطق. لأن بالنسبة لي بأميل إن الروح بتخرج مبسطة وجاهلة بوجودها، وبعدين بتتطور في العوالم دي إلى أن تصل إلى درجة الوعي الأعلى، درجة بدرجة بدرجة. وليه أنا بتكلم؟ لأن إحنا هندرس مع بعض إيه؟ الروح المتطورة، معناه إن هي كانت غير متطورة، الآن وصلت لمرحلة من التطور، مرحلة الإنسان، عانت في مرحلة الإنسان والآن وصلت إلى الروح، أول سالب من التطور في العالم الروحاني اللي هي الروح المتطورة، مش محتاج بقى يعاني زي حالتنا وإحنا من أرواح الدرجة الثانية. أوكي، نشوف بقى التخرج ونقرأ، وبعدين هو هيجيب حالة لمريضة هيتكلم معاها وهي تشرح له اللي بيحصل في موضوع التخرج وهي شعر بإيه والمهام والدراسات و الشرح اللي أنا شرحته دلوقتي هيفيدنا جدا. يعني ثمة وقت في وجود روح تكون فيه مستعدة
للابتعاد عن مجموعاتها الروحية الأساسية، العنقود العنب اللي قلت لك عليه ده. وتتعلق حالات التالية بروح قد بلغت للتو المستوى الثالث، بعد ايه؟ بعد آلاف السنين من التقمص على الأرض. شوف ازاي تطور، وصلت للمستوى الثالث بعد آلاف من السنين من التقمص على الأرض، وأكيد آلاف من السنين من التقمص على كواكب أخرى وعلى كواكب أخرى، مش فقط كوكب الأرض. انبهرت هذه المريضة من الصور التي تراءت لها في فكرها حول هذا الحدث الجديد في عالم الروح. أصبحت الآن الأوصاف الرمزية للبيئات التعليمية مألوفة جدا للقارئ. مريضاتي في حياتها الحالية معلمة أطفال يعانون من صعوبات تعليمية. عارف أنت الأطفال اللي عندهم بطء في الفهم، اللي هم عندهم مشاكل في الفهم، محتاجين دراسات خاصة، غير ما تقدرش تجيب طفل زي ده كلمة متخلف عقليا صعبة شوية على الناس، لكن نقدر نقول هو بطيء في الفهم، بغير ما يقدرش تدرس له. وأنا كنت طبعا عندي مدرسة وعارف تقدرش تحط في نفس الفصل إنسان عادي بمستواه العادي بيفهم بسرعة، والتاني بطيء جدا جدا محتاج إعادة، محتاج دراسة بطريقة خاصة. وهي في هذه الحياة بتشتغل في أحد المدارس للأطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية، عندهم بطء في الفهم. الحالة رقم 54. دكتور نيوتن بيقول لها: تبدين سعيدة لمسؤولك أمام مجلسك الموقر. فاكرين أنا درسنا معاكم في الكتاب ده مجلس الشيوخ، اللي هم الأرواح الأكثر ارتقاء، الأرواح العليا، السادة الصاعدين، لما بيقعدوا هم اللي بيعملوا المحاكمة للروح علشان يقدر يفهم إيه وضعه، إيه اللي استفاده من حياته على الأرض، إيه الأخطاء اللي عملها، يقدر يصلحها إزاي علشان يستفيد ويتطور يتخلص من الكرمات بتاعته. الحساب مش معناه إن هو ياخدك يحكم عليك ان انت مجرم وترمى في النار، لا لا لا. انت هنا عشان احنا نساعدك، يلا بينا ندرس مع بعض ايه العيوب بتاعتك، ايه اخطائك، ايه النجاحات اللي انت عملتها، شوف الحاجات الجميله، برافو عليك. زي ما انت بتعلم طفل، واخد بالك، بيخطأ، واخد بالك، ساعات ما بيعملش الدرس، انت ممكن توبخه شويه، تقول له لا لازم تدرس عشان مصلحتك ومش عارف ايه، وتقعد معايا وتعمل امتحان اللي هو الاختبار ده، اخبارك، هو ده اللي بيحصل. الحساب زي ما يكون اختبار، اقعد كده يلا بينا نشوف، برافو عليك عملت كذا وكذا وكذا وكذا، لكن انت ايه رايك، اخطات في كذا وكذا وكذا، ليه اخطاء، ايه رايك، ازاي تصلح الموضوع، ويبتدي يساعد الروح علشان الروح ترتقي. اوكي، فتشوفه وبيكلمها: تبدين سعيدة لمسؤولك أمام مجلسك الموقر. المرة دي بقى لحفلة التخرج مش علشان الحساب. نعم، لقد تخلصت من بقايا الدرع الواقية لجسدي. درع الواقية للجسد، يعني ايه درع الواقية للجسد؟ نعم، الدرع الواقية لتجنب التعرض للأذى. استغرق الأمر قرونا لأتعلم الثقة والانفتاح مع الناس الذين يميلون إلى إيذائي من جراء غضبهم، وكانت تلك العقبة الرئيسية الأخيرة التي واجهتني. دكتور نيوتن بيسأل: لماذا كان هذا في غاية الصعوبة بالنسبة إليك؟ المريضة بتقول: كنت أرتبط إلى حد كبير مشاعري بدلا من قواتي الروحية، وقد خلق ذلك الشك في ذاتي من ناحية على علاقاتي مع الآخرين الذين كنت أعتبرهم أكثر قوة ومعرفة مني، وطبعا لم يكن ذلك صحيحا. دكتور نيوتن: إذا كانت هذه العقبة الرئيسية الأخيرة تعني بالهوية الذاتية، فكيف ترين نفسك
في الوقت الحاضر. المريضة: وأخيرا استعنت بحبل من الزهور للتأرجح فوق هاوية الألم والأذى. لم أعد أعطي الكثير من طاقتي في غير الضرورة. تتوقف تتعلق المشقة البدنية والفكرية بتعريف الذات. لقد تحسنت في السنين الآلاف الماضية بالحفاظ على هويتي في كل حياة في ظل ظروف غير مؤاتية، وبتقدير نفسي ككائن بشري لا يمكن الآخرين استبداله. لم أعد بحاجة إلى الدرع الواقية للجسد من أجل تحقيق ذلك. الإنسان بيبني حواليه السياج، بيحاول يحمي نفسه من الآخرين، لكن لو يتعلم إزاي يتعامل بلطف مع الآخرين هيجد الناس تبتدي تبادله نفس الشعور، وهيشوف الناس دي ما هياش بالشكل الفظيع اللي هو كان متخيله، وبيخلع الدرع الحماية. مش محتاج أنا درع حماية. دكتور نيوتن: ماذا يقول لك مجلسك عن أفعالك الإيجابية التي تنطوي على تعريف الذات؟ المريضة: هم راضون عن نجاحي في هذا الاختبار الصعب. هم راضون عن نجاحي في هذا الاختبار الصعب لأنني لم أسمح للظروف السلبية لهذه الحيوات الكثيرة بأن تملي على رؤيتي لذاتي، لحقيقتي. إنهم سعداء جدا لأنني وصلت إلى مستوى أعلى من قدراتي من خلال الصبر والاجتهاد. دكتور نيوتن: لماذا باعتقادك كان عليك المعاناة كثيرا في الحيوات على الأرض؟ المريضة بتقول بقى إيه: كيف يمكنني تعليم الآخرين لو لم أمر بالكثير من المعاناة لكي أتحسن وأصبح قوية؟ لاحظ ان هخرج بالموضوع ده ثواني فقط. لاحظ ان السيد المسيح بتفوق روحه من الارواح الطاهره من اعلى المستويات اللي ممكن تفكر فيها، فيجي على كوكب الارض وبيشوف الناس بتتالم وبتعاني وكده، فهو مر بكل المراحل دي، يعني إلى أن يصل إلى الدرجة اللي وصل إليها اللي نزل بيها إلى كوكب الأرض بهذا الهدوء وبهذه القدرات، وصل إليها بعد مدة طويلة جدا جدا ومن المعاناة زي ما احنا بنعاني كده. وبتقول له: إزاي أنا هعلم الآخرين وسأشعر بألم الآخرين إذا لو أنا ما أعرفش إيه هو الألم أساسا؟ ازاي انت هتبتدي تعلم الاخرين وتقول لهم الصبر وانا مريت؟ لو انت ما مريتش هتكلم الشخص تقول له ايه؟ تمام. فدي لازم تمر بالمعصرة دي عشان تقدر تعلم غيرك وتواسيه. يعني دكتور نيوتن: حسنا، تقاطعني المريضة لشيء ما ظهر في فكرها نتيجة لسؤالي السابق. المريضة: لديهم مفاجأة لي. أنا سعيدة جدا. أنا سعيدة جدا. ملاحظة: في هذه اللحظة تنفجر مريضاتي بالبكاء من الفرح من جراء المشهد الذي ينكشف في فكرها. أعطيها علبة المناديل وأتابع. دكتور نيوتن: تقدمي وأخبريني ما هي هذه المفاجأة. المريضة متحمسة: لقد حان وقت التخرج. نحن مجتمعون في المعبد، هي بتسمي المكان المعبد، مكان العبادة. مرشدي أرو، اسمه أرو، هنا أيضا جنبا إلى جنب مع رئيس مجلسي. المرشد بتاعها قاعد جنب الإيه؟ رئيس المجلس. يتجمع المعلمون الأسياد اللي هم الأسياد الصاعدين اللي بقول لك عليهم دول، والطلاب من كل مكان، مش من مجموعة عنقودية واحدة، من مجاميع مختلفة. الطلاب اللي هم تخرجوا في حفلة التخرج
مجموعة ألف ب ج د س، من كل مجموعة هنا مثلا في 80، هنا في 100 150 300، اتخرج من هنا 3، اتخرج من هنا 10، بيتجمعوا مع بعض في حفلة التخرج علشان ايه؟ يبتدوا في مرحلة جديدة من التطور. دكتور نيوتن، هل يمكنك تبسيط ذلك قليلا؟ كم هو عدد المعلمين والطلاب الذين ترينهم؟ بسرعة بتقول له 12 معلما وربما 40 طالبا، يعني في 12 معلم و40 طالب. دكتور نيوتن، شو بتسمينا ايه؟ طالب. دراسة، تقدم في دراسي. هل ينتمي بعض الطلاب إلى مجموعاتك الأساسية؟ هل ينتمي بعض الطلاب، طلاب العلم، إلى مجموعاتك الأساسية، المجموعة العنقودية بتاعتك؟ المريضة بعد برهة 3 منا فقط. أحضر الطلاب الذين هم على استعداد من المجموعات الأخرى، أنا لا أعرف معظمهم. شوف ازاي دكتور نيوتن، ألاحظ بعد التردد من جانبك، أين هم أعضاء مجموعاتك الآخرون؟ طب والمجموعة العنقودية اللي فاضل؟ بتقولي في 3 فقط منهم، طب والباقي فين هم؟ المريضة، مع الأسف هم ليسوا على استعداد بعد، لسه في محتاجين يستمروا في المرحلة الثانية. دكتور نيوتن بيقول، ما لون جوهر هؤلاء الطلاب من حوله؟ طبعا احنا شفنا مع بعض حكاية الألوان اللي بيظهر الجوهر الأرواح، بحيث في الأكثر قتامة والأكثر شفافية بيدل على درجة نقاء الروح وتطورها. المريضة بتقول، الأصفر الصلب المشرق. ليس لديك فكرة كم طال بي الوقت للوصول إلى هنا. تقول لك آلاف السنين على الأرض من الرينكارنيشن، وآلاف السنين أكيد في كواكب أخرى، وآلاف السنين كحيوان، وآلاف السنين في كنبات، ملايين مش آلاف. الدكتور نيوتن بيقول، بل ربما لدي، لماذا لا تس، ربما لدي، مش عارف ايه الجملة دي غريبة يعني، لماذا لا تصفين لي هذه الإجراءات؟ يعني يمكن عندي بعض الشك، ليه ما تحكي ليش بالتفصيل يعني. المريضة تأخذ نفسا عميقا، الجميع في مزاج احتفالي، بحالة من الاحتفال، مثل حفلة اجتماعية للاحتفاء بإعلان ما، نحن جميعا مصطفون ونطوف، وأنا سأجلس في الصف الأمامي. يبتسم لي أرو اللي هو المرشد بتاعها، بكل أرو بقل أعتقد اسمه كده يعني، بفخر. يلقي المعلمون بعض الكلمات منوهين بالعمل الشاق الذي قمنا به، ثم ينادوننا بأسمائنا، زي حفل تخرج الجامعة، حفل تخرج المدرسة، مبروك، انتم دراسة قوية، سهر الليالي، صعوبة الامتحانات، وبرافو عليكم، انتوا قدرتوا، انجزتوا ده. واخد بالك؟ العمل الشاق، كل حياة من الحياة دي حياة شاقة لتعلم خبرة من الخبرات. ثم ينادوننا بأسمائنا. الدكتور نيوتن بشكل فردي يعني واحد واحد، أجل أسمعهم ينادون باسمي، آري، اسمها آري. أطوف إلى الأمام لتسلم لفافة مطبوع عليها اسمي، زي حفلة التخرج كده. دكتور نيوتن، ماذا ما كتب على هذه اللفائف؟ إيه اللي مكتوب؟ بتواضع، إنها أمر خاص يتعلق بتلك الإنجازات التي استغرقت وقتا طويلا لتحقيقها وللتغلب عليها، وللتغلب على العيوب اكيد، واخد بالك، ومواجهة الصعوبات زي ما احنا بنواجه في حياتنا يعني. فالدكتور بيقول لها، اذا بطريقة ما
هي أكثر من وثيقة رسمية، إنها شهادة تقدير لعملك، إنها شهادة تقدير لعملك. المريض بهدوء: نعم. دكتور نيوتن، هل يرتدي الجميع العباءات وقبعات التخرج زي ما بيحصل عندنا هنا؟ بتحصل حفلات التخرج، هنا في مصر ما عملناش حفلة التخرج دي، آلاف من كلية التجارة ما فيش الاحتفالات الجميلة دي. لكن هنا أنا رحت حفلات التخرج بناتي والطب وكده، حاجة فوق الوصف وفوق العقل، وملابس معينة واحتفالات وحفلات وسهرة، حاجة في منتهى الفخامة ومصورين فبيقول لها: هل يرتدي جميع العباءات وقبعات التخرج؟ المريضة بسرعة: كلام، لا ما فيش الكلام اللي على الأرض ده. ثم تبتسم: فهمت الآن، أنت تمازحني. دكتور نيوتن: حسنا، ربما قليلا. أخبريني الآن يا آري، ماذا يحدث بعد المراسم؟ وبعد المراسم دي بيحصل إيه؟ المريضة: نجتمع، ما فيش احتفالات، شايف؟ نجتمع لنتحدث عن مهامنا الجديدة، وتتاح لي فرصة لقاء بعض الأرواح التي هي ضمن مجال تخصصي. سوف نلقي مرة أخرى في الصفوف الجديدة، سوف نلتقي مرة أخرى في الصفوف الجديدة لكي نستفيد من استخدام قدراتنا بطريقة أفضل. طبعا هو يشرح عن موضوع التخصصات دي أعتقد في فصل قادم، أنا قريت عن الموضوع ده. فالأرواح بتبتدي تتخصص، يعني أنت بتيجي تتخصص في الطب، الآخر في الهندسة، الآخر في كده، وبتخدم في لما بتصل إلى المراحل التعليمية دي، تبقى مهندس، بتبقى عندك ماجستير، دكتوراه، بتبتدي تساعد الآخرين. نفس الموضوع في تفوق الأرواح، كلنا في مرحلة تقدم، وإلا تبقى الحياة ملل. يعني تخيل المنظر إن أنت تذهب لعالم الروح وتبقى إيه، ثابت تاكل وتشرب وتنام، هتلاقي الحياة للأبد دي مملة جدا جدا. لكن الحمد لله في موضوع الإيه، التقدم ده. ماذا ستكون مهمتك الأولى يا آري؟ المريضة: سوف أرعى الأرواح الأصغر سنا، سيشبه الأمر زرع بذور الأزهار، نغذيها بالحنان والتفاهم. هنا بقى الأرواح الصادرة عن الخالق، الأرواح الجديدة اللي لسه براعم لسه، وزي شوف بيتفق مع النظرية الأرواحية دي، بتولد حاجة مبسطة جدا، روح مبسطة جاهلة ومحتاجة رعاية ومحتاجة اعتناء ومحتاجة توجيه. يعني لأن الروح في مرحلة المراحل البدائية دي ما عندوش فكرة عن وجوده، ما يقدرش يقعد تتفق معاه عايز تتولد فين، ايه اخبارك، تنزل مش عارف ايه، تختار ايه، كارما، مفيش كارما، مفيش الكلام ده. فالأرواح اللي وصلت للمرحلة بتاعتها دي تبتدي تعتني بالأرواح الجديدة دي، وتبتدي توجهها بقى إلى عالم النبات، تبتدي توجهها، واخد بالك إن كل الأشياء دي فيها أرواح يعني. أوكي، فبتقول إيه بقى؟ سوف أرعى الأرواح الأصغر سنا، سيشبه الأمر زرع بذور الأزهار، نغذيها بالحنان والتفاهم. دكتور نيوتن: ومن أين تأتي هذه الأرواح الجديدة برأيك؟ المريضة: بويا من برها، من البويضة الإلهية، من رحم الخلق، مغزولة مثل خيط الحرير، وتؤخذ بعد ذلك إلى أمهات الحضانة، ومن ثم إلينا. إنها مثيرة جدا، ستكون المسؤولية مليئة بالتحدي. وفاكرين أنا عملت حلقة عن ولادة الروح، ولادة الروح، لأن إحنا لنا بداية. شوف هنا هي بتعبر إن هي إيه، بويضة، بتيجي زي ما تكون بويضة كده،
بالنسبة لهم بيشوفوا الجوهر، بيشوف جوهر الروح، واخد بالك، بيشوف الجوهر، بتقول له دي بتأتي زي ما يكون ايه بويضة الخلق، لكن محدش يعرف البويضة دي جاية ازاي، ولا كمية الطاقة اللي موجودة جواها جات ازاي. قد اعتني بدول زي ما تكون ايه البيض الدواجن ده، وبيفقس يطلع كتكوت، وانت لازم تعتني بيه، وشوية شوية بقى فرخة وهكذا، فبيعتنوا بيها. شوف، من البويضة الإلهية من رحم الخلق، مغزولة مثل خيط الحرير، وتؤخذ بعد ذلك إلى أمهات الحضانة، ومن ثم إلينا. إنها مثيرة جدا، ستكون المسؤولية مليئة بالتحدي، ولذلك هي جاءت على كوكب الأرض علشان تعلم الأطفال اللي هم عندهم مشاكل في الفهم، الأطفال اللي عندهم حالات خاصة، أطفال الخاصة. ليه؟ هي مزروع فيها الحنان والحب والرحمة، وتعتني زي ما يكونوا أولادها من كبدها يعني. فدي حاجة جميلة جدا جدا، وأنا اشتغلت هنا في التعليم في البرازيل، وشفت زي مدرسات اللي هي بتتعامل مع الأطفال اللي هم في الحضانة، اللي هم عمر سنة ونص، سنتين، 3 سنين، وإزاي بيعاملوهم بمنتهى الرعاية، منتهى الحب، ويروحوا ينوموهم ويصحوهم، يلعبوا معهم ألعاب، ويجيبوا لهم الأكل ويصلوهم، إنما بيقعدوا خارج البيت بتاعهم لحد ما الأم ترجع من العمل وتاخدهم يعني. والناس دي لقيتهم ناس أكتر ممتازين. أنا كنت بدرب المدرسات دي على الكمبيوتر، لكن بصراحة شفت معاملتهم حتى للأطفال اللي عندهم مشاكل عقلية، واللي عندهم الأطفال اللي عندهم نسيت الاسم، أمراض معينة كده من إعاقة مؤقتة كده، فبتلاقيهم بيعاملوهم بمنتهى الحنان، منتهى الرعاية، شيء في منتهى الجمال بصراحة. نصل بقى دلوقتي الانتقال إلى المستويات المتوسطة. عندما أعمل مع مريض ينتقل إلى مجموعة المستوى الثالث، قد يرتبك في بدء الأمر لرؤية نفسه يغادر مجموعاته العنقودية الأساسية ليعود إليها مجددا على أساس منتظم. يبقى حاجة غريبة، بتخرج من العيلة بتاعتك، بتروح مكان تاني، بتنضم للناس من مجموعات أخرى، مستوى آخر من التفكير، من الرقي، من الجمال. وفي خلال التنويم المغناطيسي لا يستطيع الجميع رؤية المشهد في أذهانهم ودمجه سريعا في كل فيلم حياتهم الروحية. تقضي مهمة الوسيط بالمضي قدما ببطء، والسماح للمشهد بالانكشاف بشكل طبيعي. وأخبرني مريض لم يتخرج بعد من مجموعته، ولكنه بدأ عملية الانسحاب، ابتدى يخرج يعني. بدأت أشعر بأنني أبتعد قليلا عن عائلتي، من حولي أرواح جديدة لم أعمل معها من قبل. قبل أنت بتخرج من مدرسة، بتروح مدرسة أعلى، بتلاقي فيها طلاب جداد عمرك ما شفتهم قبل كده، مش متعود عليهم، ما هماش أصدقائك، أصدقائك يا إما بيعيدوا السنة يا إما راحوا مدارس أخرى، واخد بالك، ما يزالوا أصدقائك، لكن النهاردة أنت بتنتمي هنا مجموعة جديدة، تبتدي تتعرف عليهم، فبيبقى نوع من الارتباك في الأول، زي ما تخش الجامعة حديثا أو ومدرسة ثانوية حديثا وهكذا. من حولي أرواح جديدة لم أعمل معها من قبل. تبقى المجموعة العنقودية الأساسية للروح سليمة إلى الأبد، ما تخافش، مش هيضيع أهلك يعني. يعني انت ممكن بتتنقل الى مدرسة ثانوية او بتخش الجامعة، لكن اهلك موجودين، بترجع لهم وبيتك وكده، فمش خافش، مش هتفقدهم يعني.
هتعمل علاقات جديدة وتشوف ناس كتيرة، لكن المجموعة العنقودية بتاعتك ما زالت ثابتة، ما زالت موجودة، وهم هيرتقوا وانت هتساعدهم، وممكن تبقوا مع بعض من جديد، وبعدين ممكن انت ترتقي قبليهم للمرحلة الرابعة، او حد منهم يرتقي قبليك، ما حسب الاجتهاد يعني. تبقى المجموعة العنقودية الأساسية للروح سليمة إلى الأبد، وبغض النظر عمن يتخرج فهو لا يخسر ارتباطه بالرفاق القدامى البتة. ممكن يكون أحسن أصدقائك دخلوا مدارس أخرى، جامعات أخرى، لكن دايما أنتوا أصدقاء ودايما بتلتقوا. نفس الشيء بيحدث في عالم الروح. بدأت هنشوف، بدأت المجموعات العنقودية الأساسية وجودها مع، وهي بالتالي تبقى مترابطة بشكل مقرب لمئات التقمصات. قابلت مرضى كانوا مع مجموعاتهم الأساسية على مدى ما يقرب 50,000 سنة قبل أن يصبحوا مستعدين للتقدم إلى المستوى المتوسط، بينما حققت نسبة أصغر في هذه المرحلة، أصغر هذه المرحلة من التطور في خلال 5,000 سنة. يعني في ناس احتاجت 5,000 سنة وناس محتاجة 50,000 سنة. وجدت أنه ما أن تصل الأرواح إلى المستوى الثالث حتى يتسارع تطورها إلى المستويات الأكثر تقدما بشكل ملحوظ. خلاص أنت وصلت بقى إيه لمرحلة لا تعاني فيها زي ما المرحلة اللي احنا فيها، المستوى التاني ده، وصلت للتالت يبقى تروح للرابع بسهولة، الخامس بسهولة. ليه؟ ليه؟ لأن انت وصلت بقى ليه؟ اتخرجت من الجامعة وتقدر بقى تدرس الماجستير والدكتوراه وبعد الدكتوراه وهكذا. وجدت انه ما ان تصل الأرواح إلى المستوى الثالث حتى يتسارع تطورها إلى المستويات الأكثر تقدما بشكل ملحوظ. تتطور الأرواح بمعدلات مختلفة فيما تعرض مجموعة متنوعة من المواهب عبر هذه المرحلة. ألاحظ أنه عندما تبدأ الأرواح بقضاء وقت أكثر في الترفيه والعلاقات الاجتماعية تعمل بجد وتصبح أكثر تركيزا على إتقان مهارات معينة من شأنها أن تسهم في قوى الوعي الكوني. أوكي، في المرحلة دي بيقول إن إيه؟ إحنا في كل مرحلة بناخد إيه؟ خبرات جديدة، مهارات جديدة، وطبعا في وقت للعب وللترفيه، العلاقات الاجتماعية وهكذا. لكن في ناس بقى كل ما عايز يتقدم بسرعة فبيبتدي أوقات أقل من الترفيه، من اللعب، من العلاقات الاجتماعية، وبيبتدي يدرس بجهد ويتعامل بجهد ويخدم بجهد بحيث إن هو إيه يرتقي في قوة الوعي الكوني. بيبتدي إيه بيرتقي أسرع من الناس اللي بتقعد فقط في الترفيه واللعب وهكذا، لأن عالم الروح مواز غم، يعني مواج غم. انت بتبقى في العاب وفي تسليه وفي اغاني وفي علاقات اجتماعيه وتقعد وتزور ويتزار وتساعد وتتساعد. فما هواش عالم استاتيك، اللي هو عالم ايه جامد ومتجمد كده. مع بلوغ المستوى الثالث يحصل تغيير في سلوك الروح، فعندئذ تكون هذه الأرواح قد بدأت بتوسيع آفاقها بعيدا عن مجموعاتها الأساسية. لا تتجاهل الأرواح المتطورة كل ما تعلمته من قبل، ولكنها تصبح الآن منهمكة بتدريبها بحيث تصب اهتمامها كله على هدفها. تفتتن هذه الأرواح بمقدراتها وترغب في اكتساب المزيد من الكفاءة. عندما تقترب إلى المستوى الرابع من تطورها يصبح الانتقال كاملا.
خلاص انت خدت على الدراسه، عرفت الفوله فين، ازاي يساعد، ازاي يدرس. والنهارده بقى ما فيش بقى ايه الام، ما فيش مشاغل كوكب الارض، ما فيش اضطرابات، ما فيش حروب، ما فيش مجازر، ما فيش الحاجات دي. يعني انت مش عايش في نفس المستوى الغم اللي احنا فيه ده. اوكي، ولذلك بقى عندك وقت ان انت عندك طموحاتك بتكتر، وبتتخذ قدرات اكتر ودرجة وعيك اكتر، وتقدر تروح لمجرة اخرى تساعد فيها والحاجات دي. وسرعان ما تلاحظ الارواح التي انتقلت حديثا الى المستوى الثالث انها لم تعد مقتصرة على صف دراسي واحد، زي زمان تدرس درس درس سنة سنة، انت ممكن توزع نفسك وتدرس هنا وتدرس هنا وتدرس هنا. عندك مقدرة اعلى على استيعاب الايه الدروس الجديدة. يدرك اصدقائك القدامى ما يجري، يقول لك الراجل ده مجنون عم بيدرس هنا وهنا. ولكن يبدو ان سمة اتفاقا متبادلا على عدم طرح الكثير من الاسئلة حول تغيباتها. يعني لما تشوف صديقك ده خلع، يعني ماشي، ما تقلقش عليه، ما تقعدش تسأل راح فين، جه منين، ليه بيروح بيدرس أشياء أخرى. يعني أود أن أشير مرة أخرى إلى تجربة روح الحالة رقم 32 لافاني. يكون الانتقال بطيئا، وذلك تماشيا مع الرعاية اللامحدودة التي ترافق جميع التدريبات الروحية. عالم الروح عالم منظم بطريقة فظيعة لدرجة بيعتني بأصغر روح، بتنمي بذرة من البذور، لن تضيع هذه الروح. كل شيء في كتالوج، كل شيء تمام ومتابع، ومتخصصين هنا بيعتنوا بهذا الجزء، متخصصين كل شيء في تدريب في نظام. وفي يوم من الايام انت هتكون مسؤول. شوف هي بقت ايه، مسؤوله عن رعايه الارواح الجديده. اوكي، يكون الانتقال بطيئا، نعمل شير سكرين، وذلك تماشيا مع الرعايه اللامحدوده التي ترافق جميع التدريبات الروحيه. يجري اعداد المهام للمجموعات المتخصصه الجديده مع أرواح متشابهة فكريا، دايما بتبقى مع الناس اللي زيك يعني، بالاستناد إلى عدد من الاعتبارات. وتتمثل العناصر الثلاثة الرئيسية التي أعرفها بخصوص اختيار التخصص للروح في الموهبة والأداء السابق والرغبة الشخصية. الموهبة والأداء السابق والرغبة الشخصية، هنا أنت بتختار بقى التخصص الجديد اللي انت عايز تتعلمه. قد افترض ان احتياجات عالم الروح تشكل عنصرا هاما اخر، ولكن قد امنع من الاطلاع على هذه المعلومات. تأكد ان احنا بنمنع من الاطلاع على معلومات كتيرة جدا. تذكر ان ايه، وما اوتيتم من العلم الا قليل، مهما تعلمنا لسه لم نصل الى هذه. طبعا لما احنا نصل الى مستوى اعلى هنفهم ذلك المستوى، نصل الى مستوى اعلى منه هنفهم اكتر، وهكذا. مش هيتخبى عليك للابد يعني، لكن المعلومات اللي جات لنا تستحق الدراسه، تستحق البحث. واخد بالك، الناس اللي معايا لحد دلوقتي ما طلبتش انا منكم اللايك وشير والحاجات الجميله دي، يا ريت يبقى في لايك وسبسكرايب، تاكد ان انت عامل سبسكرايب. واشكركم جدا ان انتم موجودين معايا الى الان. في ناس بتشوف 10 دقايق وتمشي، يعني الدراسات بتاعتنا محتاجه وقت. فارجو ان يكون عندكم ايه المصابره والصبر عشان ايه تاخد الموضوع. انا ممكن كنت اخد الموضوع ده واعمل له 3 حلقات 4، لكن على ايه، لازم تقعد انت في مره خلال ساعه كده وتستوعب ايه معلومات كتيرة جملة مع بعض كده، أخير من أنت تاخد إيه نقطة نقطة يعني. يمكن القول إنه عندما ترتفع الروح إلى المستوى المتوسط من التدريب تكون قد دخلت نقابة من نوع آخر. ومع ذلك فإني لا أساوي بين هذه
والنقابات الحرفيه التاريخيه من العصور الوسطى، حيث كانت تسمى مدارس التدريب السريه، وكانت هذه المنظمات سريه وحصريه للاعضاء فحسب. وعلى الرغم من ان الارواح التي اختيرت للتدريب المتخصص تمنح نوعا من الخصوصيه، ذلك لا يعني انها نخبويه في اي حال من الاحوال. مش معناها ان انت احسن من غيرك يعني، ده مجرد شخص في مراحل التطور، الاخر هيصل الى مرحلتك وهكذا. الفرص متاحه للجميع. ان الوافدين الجدد الطامحين هم دائما موضع ترحيب لدى مجموعات المتخصصين. فاضل لي صفحة بكتير كده وننهي الحلقة، ما تخافش يعني. تكون هذه تجمعات الأرواح الأكثر تخصصا في اتفاضة بعض الشيء في البداية، لقد عرفتها كمجموعات دراسة مستقلة. عرفتها، نقراها تاني. تكون هذه تجمعات الأرواح الأكثر تخصصا في اتفاضة بعض الشيء في البداية، لقد عرفتها كمجموعات دراسة مستقلة. يبدأ التدريب ببطء على أساس دوري مع مدرسين باختصاصات مختلفة، وهذا ما يتيح فترة لتقييم الأرواح من قبل مدربيها. قد تترك الأرواح غير الواثقة من ذاتها قد تترك الأرواح غير الواثقة من ذاتها المجموعات المتخصصة، فيما يمكن إضافة مرشدين واعدين جدد. وتختلف هذه الممارسة عن تشكيل المجموعات الروحية الأولية الطويلة الأمد. تتكثف التعليمات فيما تظهر هذه المجموعات الجديدة إنها قادرة على إتمام مهماتها في هذه المراحل المبكرة، وفيما تبعد الأرواح عن مجموعاتها الأساسية تبقى على تواصل مع مرشديها المعتادين وتتابع وظائف المجموعة الأولية تشدد الدراسة المستقلة على التوجيه الذاتي من الروح في مهماتها، وهو أمر يتبرر أكثر فأكثر مع التطور والوصول إلى كفاءة المستويين الرابع والخامس. آخر صفحة دي أيوة أقل من صفحة. لقد سبق أن أدركت عددا من تخصصات الروح في الفصول السابقة، وقد وصفت بحسب ورودها كالتالي: السياد الأحلام ومخلصو الأرواح التائهة والقيمون الحياديون وأسياد الترميم والأمهات الحاضنات والأرواح القيمة على الإرشيفات والأرواح الراعية للحيوانات وقادة الموسيقى والقيمون على الألعاب. كل دي تخصصات ناس شغالة في عالم الروح، بتخدم هنا يعني عالم الأرواح كبير، وتخصص في الحيوانات، تخصص في النباتات، وتخصص في الأرواح الجديدة والإنسان والعاصيين والكذا والمجرمين. محتاج شغل مش أي كلام. تخصصات كتير وإحنا قريناها مع بعض قبل كده يعني. يبدو البعض من هذه التخصصات متداخلا في ما بينها. على سبيل المثال يمكن أن تكون الأرواح اللي هي متخصصة اللي بتشرف على الألعاب القيمة على الألعاب والتي تدرب الأخرى على السفر في الوقت عينه، أرواح المستكشفة لمواقع مفيدة من أجل الاستراحة والترفيه ولو نواحي كوكبية أكثر جدية من التدريب على الطاقة. يعني ممكن تكون في أرواح بتشتغل في أكتر من تخصص، طبعا متفوق زي ما يكون مدرس ممكن يدرس جغرافيا وتاريخ ويكون عنده فكرة عن الحساب، يدرس حساب ليه لا يعني. سأدرك في هذا الفصل أمثلة أوسع عن تخصصات الروح.
أنا متأكد من أن القراء سوف يتعرفون إلى مجال التخصص الذي يناسب ميولهم. على ما يبدو، وما من مسار معين قد يوصل الأرواح لتصبح عضوا في المجلس في نهاية المطاف. تخيل بقى أنت المنظر في النهاية، مش في النهاية، في نهاية المرحلة أنت تكون أحد أعضاء مجلس الشيوخ، اللي بيحاسب واللي بيساعد واللي بيخرج الناس، تبقى مدرس، تبقى دكتور. يبدو أن للشيوخ خلفية متعددة التخصصات. أعتقد أن معظم الناس يشعرون بأن المرشدين المعلمين على الأرجح فكرة عن مسار داخلي لهذه المناصب. من الطبيعي أن ينظر المريض العادي إلى المرشد وكأنه صاحب المهنة الأولى، ولكن أعلم أن هذه النظرة تلونها حقائق كثيرة. ففيما يملك مرضاي جامعهم مرشدين لهم، يكون للبعض منهم اتصال ضئيل بأرواح متطورة في اختصاصات أخرى. ليس بوسعي سوى تخيل ما قد تكون التخصصات الأخرى التي تقدمها الأرواح والتي لم يتمكن أي مريض من وصفها. وأقول مرة أخرى، برافو على الدكتور مايكل نيوتن إن هو بيسيب الأمر مفتوح، لأن أكتر من كده بكتير، والتخصصات والأشياء اللي وصل ليها ممتازة، لكن لسه هي جزء من المعرفة وليس الكل، لكن هو جزء ممتاز جدا جدا. عندما أناقش موضوع مجالات التخصص في محاضراتي، يقول كثير من الناس إنهم يعتقدون إنه يجري إعداد للأرواح جميعها لتصبح مرشدين معلمين، وهذا ما كنت أظنه أنا أيضا في المراحل الأولى من بحثي. في النهاية تعلمت إن التعليم هو التخصص الرائد في عالم الروح، ولكن هذا لا يعني إن معظم الأرواح ستكون من المعلمين الناجحين. ولأن التعليم في غاية الأهمية بالنسبة إلى الأرواح، سوف أبدأ بفئة من هذا المجال لم يسبق أن تناولتها من قبل. من أسمى الوظائف التدريس. أنا أفخر طبعا إن أنا عملت كمدرس، أوكي، في علوم الكمبيوتر، وعلمت ناس كتير جدا جدا، ودربت مدرسين في المدارس وكده. فالتعليم ده شيء جميل جدا جدا، والتدريس شيء جميل جدا جدا. كده أنا وصلت معاكم لآخر الحلقة. ما أعرفش يعني أشكركم قد إيه، أشكركم بجد يعني. اللايك والشير والسبسكرايب طبعا. يا ريت تشارك الحلقة دي مع حد بتحبه وتقول له اسمع. ما تفكرش فقط في التفكير المادي، ما تفكرش فقط ان انت تتولد وبعدين ما فيش نهاية، وان كلنا عندنا كفاءات مختلفة على كوكب الأرض، وكلنا بنمر بتجارب مختلفة على كوكب الأرض. فمن الظلم ان يكون ما فيش نهاية سعيدة لكل المعاناة دي، واخد بالك، او ما فيش رادع للانسان اللي هو بيفتري يعني. فده هيحصل اوتوماتيك، العدالة الالهية شغالة، وبغرض تعليم الانسان. ما فيش حاجة اسمها عقاب ابدي. طب ليه العقاب الابدي جه في الدين زي الدين الاسلامي؟ علشان يساعد الناس تتخذ قرار، تبقى تمشي على الصراط المستقيم، تمشي عدل. لازم، الناس كانت متخلفة جدا جدا، ما عندكش فكرة، الناس دي حسب التواريخ بيقول لك ان هم كانوا بيقتلوا بناتهم، كانوا بيعملوا، كان الناس همجية. فطبعا لما تيجي تعلم شخص همجي، بتعلمه بشكل عنيف، يعني بتديله افكار عنيفة علشان يخاف، تديله فكرة على عقاب رهيب علشان يمكن يرتجع. لكن بعد ما تصل بقى بتتعامل مع مجموعة عندها وعي أكبر، بتبتدي تقول لهم الحقيقة. بالك لما تيجي تتعامل أنت مع ناس في السجون والمجرمين عاتي الإجرام والحاجات دي، وأنا روحت السجون لان انا اشتغلت مع محامين هنا وزوجتي محاميه وكده،
وشفت المجرمين ازاي ونكلمهم ونتعامل معاهم كل شيء، لكن اخلاقهم والطريقه اللي بيتكلموا بيها والعصبيه والزهقان من الدنيا ومش هنا الحكومه ومقتلوني احسن فلازم تتعامل معاه بشكل مختلف، مش زي ما انت بتعامل انسان عادي شخص سوي. معظمهم عندهم موضوع المخدرات ودماغه غير الانسان العادي، فاحنا لازم نتعامل مع المجموعه واخد بالك حسب ايه درجتهم. ولذلك لما تيجي تاتي الاديان وهنا في بقى ايه المشاكل الاختلاف، طب ليه بتقول كده وانت بتؤمنش كده؟ اهدى اهدى، ان في كل مرحله من مراحل تقدم كوكب الارض بتاتي الانبياء بتاتي الناس المرشدين دي عشان تعلمك على درجه تقدمك، واخد بالك بدي لك فكره حتى مبسطه علشان تقدر تفهمها. في شمس في قمر، في ما بيقولكش عن المجموعات الشمسيه والكواكب وعناصر الكون والاكسجين والهيدروجين مثل اكسيد الكربون والدماغ مش عارف ايه والحفريات، ما بيديلكش المعلومات دي، انت مش هتستوعبها اساسا، مش هتجيب انت طفل في الحضانه وتجيب له معلومات كليه الطب والهندسه وتقول له شوف ده وكذا وده كذا ومعادلات الدرجه الثانيه، مش هيفهمها. ولذلك بياتي المعلومات اللي بتاتي في شكل اساطير. اساطير معناها ايه؟ بيدي لك قصه معينه ليها حكمه في الاخر. ما تقتلش اخوك مثلا، فيجيب لك قايين وابيل وقتل علشان ايه وتعاقب وهرب. واخد بالك؟ وغلط ليه؟ القتل غلط، الهدف من الاسطوره من القصه انك تفهم حكمه. واخد بالك؟ موضوع مثلا الحاجات كتيره اللي السد المجمهر والحاجات دي كلها قصص ليه بتدي حكمه ليها الهدف منها المثليه الجنسيه والحاجات دي، فبيجيبوا ايه قصه ان اللي حرق الناس دي وعملوا عشان ايه؟ الناس تتعظ في وقتها. طبعا الناس النهارده بتضحك على المواضيع دي، ما يقول لك طب احرقنا، طب ما احنا موجودين اهو. اوكي؟ انه ما بيحرقش حد. ببساطة كده. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام سلام.